قلنا ايش نسوي؟ هني الجنرال اللي كان معه قال انا عندي فكره، انا راح التف على العاصمه واصعد شمال، استقر هناك وانت تظل في جنوب العاصمه، فنصير محاوطينها من الشمال ومن الجنوب، ولو وصلت الشمال راح اسوي سابقه فريده من نوعها، راح اطلب سلاح. منو راح اطلب سلاح؟ من الولايات المتحده الامريكيه. ما كان يفكر ان هذه سابقه من نوعها راح تخلي الولايات المتحده الامريكيه تتدخل في المكسيك، كان يفكر ان الثوره لازم تنتصر باي شكل من الاشكال، واحنا ما عندنا سلاح ولا نقدر، ولا عندنا سفن وموانئ نروح اوروبا بعيده علينا، ولا اصلا عندنا فلوس، فراح نطلب دعم من الولايات المتحده. وتفرقوا الجيشين، جيش بالشمال وجيش بالجنوب، وبدا يرسل الرسل حق الولايات المتحده يطلب منها سلاح. الحكومه اللي كانت في العاصمه، الحكومه الاسبانيه، كانت جدا منتبهه وفطنه، فراحت انشأت فرق على الحدود. طبعا وقتها كانت حدود المكسيك لوين؟ كانت حدود المكسيك من كاليفورنيا، لاس فيغاس، نيو مكسيكو، اريزونا، الى عندنا هني. فكانت تقريبا نص مساحة الولايات المتحدة الحالية مكسيكية، ومحكومة بالمكسيك، وكلها يعتبر شعب مكسيكي. ولا كان في اي اطلالة حق الولايات المتحدة على المحيط الهادي، كانت بس عندها اطلالة على المحيط الاطلسي مقابل اوروبا. مع العلم ان كانوا الامريكان من ذاك الوقت يتكلمون ان الولايات المتحدة الامريكية لازم تكون من المحيط الى المحيط، وكان هذا حلم عند كل امريكي،